الإكوادور تكرم كلابها التي شاركت قوات الأمن في حرب العصابات وكشف الجريمة. خبر مثل هذا ما فينا نعتبره جديد، فالكلاب عنصر أساسي بأي عملية أمنية أو حرب إذا ما وسعنا الدائرة. بس من الإكوادور رح نلف العالم ونستعرض شو يعني الكلاب عبر تاريخ الحروب. الكلاب ملح الحرب، والجندي الخفي صاحب التأثير الكبير، عنصر تم استخدامه من أيام الفراعنة وصولاً لليونان القدامى، يلي اعتمدوا بمعظم حروبهم على كلب الموسولوس الشهير صاحب الرقبة العريضة. يقال بأنه بالحرب العالمية الأولى شارك 1000 كلب عسكري، بينما شهدت الحرب العالمية الثانية على مصطلح شهير كان اسمه الكلاب الانتحارية، يلي كانت بيضة القبان بحرب السوفيات ضد الألمان بعد ما اعتمدوا عليها بتفجير الدبابات الألمانية ب 12 كيلوغرام متفجرات وزعت على جسد الكلاب يلي جوعت لأيام قبل إطلاق سراحها تجاه الدبابات اللي ثبتت على خزانات وقودها قطع من اللحم. مئات الألاف من الرسائل كانت الكلاب مسؤولة عن نقلها بالحروب عبر الأنفاق أو غيرها من الطرق، وأيضاً الكشف عن المصابين بأسرع وقت عبر حاسة الشم، وغيرها من الفوائد لحيوان ارتبط اسمه بالكشف عن الجريمة والحروب. وخبر التكريم بالإكوادور ما هو إلا واحد من عدة حالات تكريم كان أشهرها مثلاً تكريم ترامب للكلب الشهير اللي شارك بعملية قتل أبو بكر البغدادي. حتى الصين لما طورت عسكرتها اختارت الكلاب لتصنيع روبوتات مقاتلة تحت اسم الكلاب الآليه.